بذمتك مش شقة المهندسين أحلى؟ طب والله العظيم أحلى. البيوت ما هياش حيطان وبس يا مدحت. التغيير سنة الحياة؟ يا ابني نتغير، نتغير، بس مش لدرجة إنك تبقى واحد تاني، خصوصا في سني ده. غلط. الوقت عمره ما بيتأخر على إنك تاخد قرارات مهمة في حياتك. أنا مش عارف إيه الغلط في إني أنهي حياتي في البيت ده. البيت ده هو اللي فتحت عيني فيه لأول مرة. تقريبا أنا وعمك أيمن في نفس اللحظة. كنا ننزل نلعب في الشارع ونضحك من الجيران وهما متلخبطين فينا مش عارفيننا من بعض. عارف أنا ساعات لما بقعد لوحدي بسأل هو مين اللي مات؟ هو ولا أنا؟ ربنا يديك طول العمر. مش يلا بينا؟ لا أنا هروح أتمشى شوية الأول وحصلك. ماشي، هبعت لك عربية بسواق في المكان اللي أنت فيه. لا ما تبعتش، أنا هروح في الميكروباص. النهارده يا حسناء هبعت لكم العربيه بالليل عقبال ما تحضر الشنطه انت وبيري. طب يا حبيبتي ده مش هيبقى فيه تقل عليك وازعاج. بالعكس، ده انا اللي هتقل عليكم لو جيت انا ومرام قعدت عندكم في البيت. حبيبتي للدرجه دي انت مش حاسه بالامان؟ واكتر، انت مش متخيل قد ايه انا محتاجاك انا ومرام. طب اختك هي يعني احنا فارقين معاها؟ ما راحت اتجوزت غصب عننا. طب انا هقول لك، انا ما عنديش اي مشكله تيجي هي وجوزها تقعد معانا. صدقي ان واد زي يحيى ده مش هيرفض. انا مش فاهم ده كبيرته ايه. سيبك مني، ممكن تخليك مركز معايا انا؟ حاضر. اتقتل؟ ايوه انا هناك دلوقتي. تعرف انك اول واحده اشك فيها، مش انت اخر واحده زرتيه؟ وانا هخلص منه ليه يا زين؟ حصل حظك، فرغنا كاميرات المراقبه، شفنا اخر واحد زاره، راجل لابس اسود. شكله ايه؟ كاميرات ما جابتش وشه. بروفيشنال ابن الكلب، عارف مكان الكاميرات وازاي خبي وشه. دنيا